هذه الحلقة لن تكون عن المنهجية ولا إجابة عن سؤال، وإنما ستكون مراجعة لمرحلة من مراحل تاريخنا الوطني، وقد جعلت لها عنوانا وهو الجزائر في طريق الثورة. والكلام هنا سيكون حول تطور التيار الوطني الثوري فيما بين 1946-1954. هذه الفترة مهمة جدا في نضال الشعب الجزائري، وهي تقع بين حدثين هامين: المجازر الوحشية التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين في ماي 1945، وانطلاق الثورة التحريرية في نوفمبر 1954. والمجازر ليست موضوعنا الآن، لكن نذكر بأن فرنسا لم يعجبها الوعي الذي انتشر في أوساط الجزائريين والوحدة السياسية التي قامت أثناء الحرب في إطار البيان ثم حركة أحباب البيان والحرية. وخشيت فرنسا من ذلك، لذلك خططت لارتكاب هذه المجازر البشعة بهدف تخويف الجزائريين حتى لا يتجرأوا في المستقبل ويرفعوا شعار الاستقلال. وهذا ما نستخلصه من رسالة كتبها الجنرال دوفال المسؤول العسكري في عمالة قسنطينة لمسؤوليه في باريس بعد هذه المجازر، والتي جاء فيها بالخصوص: لقد ضمنت لكم 10 سنوات سلم في الجزائر، يعني 10 سنوات الجزائريون لن يتظاهروا ولن يتمردوا أو يثوروا على فرنسا. لكن النتيجة كانت عكسية، فقد استخلص الجزائريون من هذه المحنة درسا، وهو أن الاستعمار لا يفهم إلا لغة السلاح، وأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ومن هنا بدأ التفكير الجاد في التحضير للثورة المسلحة الذي تجسد في تأسيس المنظمة الخاصة سنة 1947. لذلك كثيرا ما يعود المؤرخون عند الحديث عن أسباب الثورة التحريرية في الجزائر إلى هذه المجازر التي كانت بمثابة بداية نهاية الاستعمار الفرنسي في الجزائر. وقبل أن نتكلم عن المنظمة الخاصة وكيف سارت الأمور نحو قيام الثورة في نوفمبر 54، أذكر بأن فرنسا بعد هذه المجازر تخوفت أيضا من الحزن والهدوء الذي خيم على الجزائر، وأدركت خطورة انفجار الغضب الكامن في صدور الجزائريين، فرأت أن تقوم ببعض الإجراءات لامتصاص غضب الشعب ومواجهة الانتقادات الخارجية التي وجهت إليها حتى من حلفائها مثل أمريكا وبريطانيا بسبب مبالغتها في القمع في تلك الأحداث. وفي هذا الإطار جاء قرار العفو العام الذي أصدرته الحكومة الفرنسية في مارس 1946. ولاحظوا، العفو هنا يأتي من الجاني، من المجرم. فرنسا تعفو عن الجزائريين، وبعد العفو أيضا ستسمح فرنسا بعودة نشاط الحركة الوطنية. وفي سبتمبر 47 تصدر ما يعرف بالقانون الأساسي للجزائر، الذي يعرف أيضا بدستور الجزائر، وهو إصلاح مشوه، إذ ينص في مادته الأولى على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا، وسكانها كلهم فرنسيون لهم نفس الحقوق والواجبات. إذن هذه إجراءات بهدف التهدئة وامتصاص غضب الجزائريين. والمهم هنا هو أن قرار العفو العام أدى إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين، ومنهم قادة الحركة الوطنية، فأعاد كل قائد تنظيم حركته ومواصلة نشاطه. فجمعية العلماء استأنفت نشاطها الإصلاحي والثقافي برئاسة الشيخ البشير الإبراهيمي، وفرحات عباس وأنصاره تكتلوا في حزب جديد هو الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، وأصبحوا يطالبون بإقامة جمهورية جزائرية مستقلة ذاتيا لكن في إطار الاتحاد الفرنسي. ومصال الحاج الذي عاد من منفاه أعاد تأسيس حزبه لكن تحت تسمية جديدة، وهي حركة انتصار الحريات الديمقراطية. والشيوعيون أعادوا تشكيل حزبهم تحت اسم أصحاب الحرية والديمقراطية، وهذا الحزب ظل كما كان يرفض فكرة استقلال الجزائر وانفصالها عن فرنسا،
وينظر إلى القضية الجزائرية كقضية اجتماعية يمكن أن تعالج في الإطار الفرنسي. وكان أغلب المنتسبين إلى هذا الحزب من الأوروبيين، وقلة قليلة من الجزائريين ذوي الثقافة الفرنسية المتأثرين بالأفكار الماركسية. بعد هذا التمهيد الذي لا بد منه، ندخل الآن في صلب الموضوع، وهو كيف سارت الحركة الوطنية ومعها الجزائر إلى الثورة. لا أحد ينكر أن الجماعة الأولى التي قررت تفجير الثورة في نوفمبر 54 خرجت من رحم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية التي يرأسها مصالح الحاج. وهذا الحزب هو امتداد لحزب الشعب الجزائري الذي كان هو الآخر امتداد لنجم شمال إفريقيا. وهذه الأحزاب كلها هي التي تشكل ما نسميه التيار الاستقلالي في الحركة الوطنية. هذا الحزب أي حركة الانتصار عند تأسيسه في 1946 دخل معترك النشاط السياسي العلني بما فيه المشاركة في الانتخابات التي كانت تجريها الإدارة الاستعمارية. وفي الوقت ذاته أنشأ هذا الحزب تحت إلحاح مناضليه الشباب المتحمسين للعمل الثوري، قلنا أنشأ ما يعرف بالمنظمة الخاصة أو المنظمة السرية لوس. وهذا القرار السري اتخذ في المؤتمر الأول للحزب الذي عقد في فيفري 1947. ومهمة المنظمة هي الإعداد للثورة المسلحة، وذلك بجمع الأسلحة وشرائها وإعداد المخابئ لها وتجنيد المتطوعين وتدريبهم على استعمال السلاح وأجهزة الإرسال وصناعة القنابل. وكان هؤلاء الشباب يختارون من ذوي السيرة الحسنة والشجاعة والصحة البدنية وغير المعروفين على الساحة السياسية حتى لا تكشف المنظمة، لأن الذي ينشط في السياسة يكون محل متابعة ومراقبة من طرف فرنسا. وكان المجند لا يقبل إلا بعد أن يجتاز امتحانات صعبة ويؤدي القسم على ألا يغادر التنظيم في الوقت الذي يشاء وإلا عد هاربا. واتسمت قواعد العمل في المنظمة بالحزم والسرية. وتعاقب على قيادة المنظمة 3 مناضلين، وهم محمد بن وزداد، حسين أيت أحمد، وأحمد بن بلة رحمة الله عليهم جميعا. واستمر نشاطها 3 سنوات. تمكنت المنظمة خلال هذه السنوات من تجنيد نحو 2000 شاب متطوع وتدريبهم على استعمال السلاح وحرب العصابات. وكان في إمكانها إعلان الثورة، لكن اكتشاف السلطات الفرنسية أمر المنظمة في مارس 1950 إثر حادثة تبسة حال دون ذلك. فقد تمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقال حوالي 400 من أعضاء المنظمة واضطهادهم في سجونها، وفر بعضهم إلى الخارج، بينما ظل الباقون في حالة فرار يعيشون في الجبال أو في المدن بأوراق مزيفة بعد تغيير أماكن إقامتهم. وهذه الفئة المطاردة هي التي سيكتب لها أن تبادر إلى الإعداد للثورة وتفجيرها في 1954. كيف ذلك؟ طبعا هذا ما سيتضح لنا من خلال تناولنا لأزمة الحزب ونتائجها. منذ نشأته تعرض حزب حركة الانتصار لعدة أزمات داخلية، منها انسحاب بعض الإطارات القيادية من الحزب مثل الدكتور الأمين دباغين الذي كان يعارض استمرار الحزب في دخول الانتخابات، وتلك المعروفة بالأزمة البربرية سنة 1949، وأيضا اكتشاف المنظمة الخاصة سنة 1950 الذي طرح مشكلا كبيرا للحزب. غير أن أخطر أزمات الحزب هي تلك التي نشبت في سنة 1953 بين رئيس الحزب وأعضاء اللجنة المركزية. ويمكن تلخيص أسباب هذه الأزمة فيما يلي: إن مشاركة حركة الانتصار في الانتخابات قد أدخل الحزب في نوع من الروتين والعقم السياسي بسبب سياسة التزوير التي مارستها الإدارة الاستعمارية. ومعروف كيف تفنن الحاكم العام نيجلون في تزوير الانتخابات حتى أصبح يضرب به المثل.
فيقال انتخابات على طريقة نيجلان. ما جعل المناضلين يتساءلون عن جدوى الاستمرار في دخول هذه اللعبة الاستعمارية، مع العلم أن الحزب كان قد تدعم منذ الحرب العالمية الثانية بجيل من الشباب أغلبهم ممن جندوا في الحرب، وأصبحوا بعد تجربة الحرب ومأساة ماي يؤمنون بفكرة الثورة ويودون استخدام خبرتهم العسكرية في تحرير بلادهم. وفي هذه الفترة أيضا انخرط في صفوف الحزب عدد من المثقفين، وأخذ هؤلاء يطالبون بالديمقراطية في تسيير الحزب واتخاذ القرارات، ورفضوا الطريقة القديمة في تسيير الحزب وهي أن رئيس الحزب هو الذي يتخذ القرار، وقد اعتبر مثال ذلك مساسا بصلاحياته كرئيس للحزب، وربما خشي على حزبه من الانحراف فكان يطالب بمنحه صلاحيات مطلقة في إدارة الحزب، رغم أنه كان يعيش في المنفى منذ 1952، حيث أبعد في هذه السنة ووضع تحت الإقامة الجبرية في مدينة نيويورك الفرنسية. إذا الأزمة هنا هي حول طريقة تسيير الحزب. وفي ظل هذه الظروف انعقد المؤتمر الثاني لحركة الانتصار بالجزائر العاصمة في أبريل 1953. لم يحضره مصالي الذي كان في المنفى كما قلنا، وفيه تم تجديد انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وتبني المؤتمر مبدأ التسيير الجماعي للحزب، وهو ما اعتبره مصالي تهديدا لمكانته في الحزب، فنشأت الشكوك التي تطورت إلى خلافات وأدت إلى انقسام الحزب إلى تيارين، تيار المصاليين ويضم مصالي وأنصاره مثل أحمد مزغنة وملاي مرباح، تيار المركزيين أي أعضاء اللجنة المركزية وعلى رأسهم بن يوسف من خدة وحسين لحول. وفي صيف 1954 اشتد الصراع أكثر، وذلك حين عقد مصالي وأنصاره مؤتمرا خاصا في مدينة هورنو ببلجيكا في شهر جويلية، أسفر عن انتخاب مصالي رئيسا للحزب مدى الحياة وإقصاء العناصر المعارضة له من الحزب، ورد المركزيون بعقد مؤتمر في الجزائر العاصمة في شهر أوت تقرر فيه عزل مصالي من رئاسة الحزب ورفض قرارات مؤتمر هورنو. وهكذا تكرس الانقسام في الحزب، وأنشأ كل طرف صحيفة خاصة به، وكل طرف ينتقد الآخر ويتهمه بالانحراف عن مبادئ الحزب، وتوسع الصراع ونزل إلى القاعدة، أي لم يبقى فقط على مستوى القيادة بل وصل إلى صغار المناضلين الذين انقسموا أيضا وأخذوا يتصارعون على وسائل الحزب، من يأخذ مفتاح مكتب الحزب، من يستولي على ختم الحزب، ومن يسير مالية الحزب إلى آخره. وبلغ الأمر إلى حد وقوع اشتباكات جسدية بين المناضلين. وأمام تفاقم الأزمة التي أصابت حركة الانتصار، بادرت جماعة من شباب الحزب أغلبهم من قدماء المنظمة الخاصة، وأبرزهم مصطفى بن بلعيد، ديدوش مراد، محمد بوضياف، بادر هؤلاء إلى تأسيس ما يعرف باللجنة الثورية للوحدة والعمل بتاريخ 23 مارس 1954 بهدف جمع الشمل وتوحيد صفوف الحزب حتى يشرع في التحضير للثورة المسلحة. لاحظوا جيدا التسمية هنا، اللجنة الثورية أي يؤمنون بالثورة، للوحدة أي يقصدون توحيد صفوف الحزب، والعمل والمقصود هنا هو العمل المسلح. إذن اللجنة كان لها هدفين، الأول توحيد الحزب والثاني تفجير الثورة. من يفجر الثورة؟ طبعا المقصود هنا هو الحزب، فهم يعتبرون أنفسهم جزء من الحزب لكن لا يميلون لا إلى هذا الطرف أي المركزيين ولا إلى الطرف الآخر المصاليين، فهم طرف محايد كما قلنا يريد أن يصلح الحزب ويعيد له الوحدة ليتولى بعد ذلك الإعداد للثورة المسلحة. وكان هؤلاء المناضلين يتألمون من الوضع الذي آل إليه حزبهم،
في وقت كانت الثورة قد اندلعت في تونس منذ 1952 والمغرب الأقصى منذ أواخر 53، وفرنسا انهزمت في معركة ديان بيان فو بالهند الصينية في 7 ماي 54. وتصوروا الجزائر حتى هذا الوقت، حتى صيف 54، غارقة في صراعات هامشية ولا شيء ينبئ باندلاع الثورة. نعود الآن إلى هذه اللجنة. أجرى أعضاء اللجنة اتصالات مكثفة مع طرفي الصراع، فقد اتصلوا بأعضاء اللجنة المركزية وسافروا إلى فرنسا واتصلوا مرات بمصال الحاج في منفاه لكن دون جدوى، فتأكد لهم استحالة الإصلاح بين الطرفين المتصارعين، وهنا قرروا الدعوة لعقد اجتماع سري بقصد دراسة الوضع وتقرير ما ينبغي فعله لتجاوز الأزمة. ومن هنا جاء الاجتماع الذي عرف باجتماع 22، حضره 22 مناضلا أغلبهم من قدماء المنظمة الخاصة. عقد هذا الاجتماع كما قلنا في سرية تامة في حي سالومبي المدنية حاليا بالجزائر العاصمة، وهذا في أواخر جوان 1954، ولا نعرف اليوم بالتحديد. ترأس الاجتماع مصطفى بن بولعيد، وكلف محمد بوضياف بتقديم عرض عن الأوضاع وما آل إليه الحزب، وبعد نقاش حاد انتهى الاجتماع إلى النتائج التالية: الشروع في الإعداد للثورة المسلحة والتعجيل بتفجيرها لتجاوز الأزمة، توحيد جهود الجزائريين ضد الاستعمار، تكوين لجنة مصغرة تتولى تنفيذ قرارات هذا الاجتماع. وانبثقت من الاجتماع لجنة من 5 أعضاء، وهم مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد، محمد العربي بن مهيدي، رابح بيطات، ومحمد بوضياف. ثم التحق بهم في أوت 1954 ممثل منطقة جرجرة كريم بالقاسم، الذي لم يحضر اجتماع 22 لأسباب لا مجال لذكرها الآن. تولت هذه اللجنة التي أصبحت من 6 أعضاء مهمة الإعداد للثورة، ومن أجل ذلك عقد الستة سلسلة من الاجتماعات السرية بالجزائر العاصمة تقرر فيها بعث نشاط المنظمة الخاصة، تكثيف التدريبات العسكرية، جمع الأسلحة وصنع المتفجرات، كما تم تقسيم البلاد إلى 5 مناطق كما يظهر على هذه الخريطة، وتم أيضا تعيين قادة المناطق على النحو الآتي. وفي آخر اجتماع عقده الستة، وكان ذلك في يوم 23 أكتوبر 54، أي أسبوع قبل اندلاع الثورة، تم الاتفاق على ما يلي: حل اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وتأسيس تنظيم جديد يقود الثورة يسمى جبهة التحرير الوطني، مدعما بجناح عسكري يدعى جيش التحرير الوطني، تحديد تاريخ اندلاع الثورة وهو منتصف ليلة 1 نوفمبر 54، المصادقة على البيان السياسي الذي سينشر صبيحة 1 نوفمبر 1954، والذي نسميه ببيان 1 نوفمبر. وبعد هذا الاجتماع أخذ القادة الستة صورة تذكارية جماعية، وهي هذه الصورة التي خلدها التاريخ، ثم افترقوا والتحق كل واحد بمنطقته، وسافر محمد بوضياف الذي عين منسقا عاما إلى القاهرة عبر سويسرا لإبلاغ الوفد الخارجي بتلك القرارات وبالبيان الذي سيذاع من إذاعة القاهرة صبيحة 1 نوفمبر. وكان وفد الثورة في القاهرة مكون من حسين أيت أحمد، محمد خيضر، وأحمد بن بلة. وللتذكير فإن هذه التحضيرات تمت كلها في سرية تامة عن الأحزاب والشعب وعن السلطات الفرنسية التي كانت مطمئنة إلى الوضع بسبب تلك الصراعات التي عرفها أكبر حزب وطني، ما جعلها تستبعد قيام ثورة مسلحة في الجزائر. لذلك فإن الثورة ستفاجئ الجميع. في الأخير إخواني الطلبة، هذه بعض المصادر والمراجع التي تطرقت لموضوعنا هذا: بن يوسف بن خدة، جذور 1 نوفمبر 1954،
فيه الأصل بالفرنسية وفيه الترجمة العربية، وهو مصدر لأن ابن يوسف بن خدة كان من المعاصرين لهذه الأحداث وكان زعيم المركزيين. كتاب آخر وهو لمحمد بوذياف، التحضير لأول نوفمبر 54، وهو موجود بالفرنسية وأيضا باللغة العربية، وهو مصدر، وكلامه هنا شهادة لأن بوذياف من الفاعلين في المنظمة الخاصة واللجنة الثورية، وكان حاضرا في اجتماع 22 وفي التحضير للثورة. أيضا كتاب آخر لأحمد محساس، الحركة الثورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة، وهذا الكتاب أيضا كتبه المؤلف بالفرنسية وترجم إلى العربية. ومحساس أيضا كان من المناضلين في الحركة الوطنية والثورة التحريرية.